أصبحت العرب أعنتها، وهو تعبير عن الثورة التي تجري الآن من قبل الكثير من الشعوب العربية. وقد ذكرت هذه الحالة الفريدة في التاريخ كعلامة من أهم وأبرز علامات الظهور. وهذه بعض الروايات. سئل الصادق عليه السلام عن فرج الشيعة فأجاب: إذا اختلف ولد العباس، وهم الحكام باسم الدين، ووهى سلطانهم، وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها، ورفع كل ذي صيصية صيصيته، وظهر السفياني واليماني، خرج صاحب هذا الأمر. روضة الكافي للكليني، الصفحة 224، الحديث 285. عن أمير المؤمنين عليه السلام: وسيأتي اليهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطين. قال الناس: يا أبا الحسن، أين تكون العرب آنذاك؟ قال: تكون مفككة القوى، مفككة العراء، غير متكاتفة وغير مترادفة، حتى إذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت إليها عوازم أحلامها، عندئذ يفتح على يدهم فلسطين، وتخرج العرب ظافرة وموحدة. ومن الثابت أن تحرير فلسطين بيد القائم عليه السلام. الحديث في كتاب 250 علامة، الجزء الأول، الصفحة 115. ويتكلم الإمام عليه السلام في كتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان، أو كتاب الجفر الأعظم، عن حكام العرب في حديث طويل منه: يجمعون العسكر من شعوبهم، يضربون بها شعوبهم، فيبتلى بعضهم بالموت الأحمر، وبعضهم بالجوع الأغبر، وثلث بزيت أسود لا يحصل، ويظهر شر نسل لا أسقاهم الله المطر. وسقوط حاكم مصر أيضا علامة العلامات. عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: صاحب مصر علامة العلامات، وآيته عجب، لها إمارات، قلبه حسن، ورأسه محمد، ويغير اسم الجد، إن خرج فاعلم أن المهدي سيطرق أبوابكم. فقبيل أن يقرعها طيروا إليه في قباب السحاب، أو ائتوه زحفا وحبوا على الثلج. ماذا قال علي عليه السلام في آخر الزمان، الصفحة 330. ومن المعلوم أن حاكم مصر كان اسمه محمد حسني مبارك، وقد غير اسم جده من سيد إلى مبارك، وأن قلبه حسن، تعني قلب الاسم حسين، ورأسه محمد، يعني أول الاسم.